سلام سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي صفاء بيوتي. دونك غادي تبقاو تشوفوني عربية بالسفنجة لأن فريمون مود ديال الصهد البنات. دونك الناس ديال الفاس هما اللي يكونوا فاهمين شنو كنقول أنايا. هاد الفيديو هذا غادي نحاول نهضر لكم على واحد الموضوع اللي بزاف منكم تيقولوا لي صفاء عفاك نصحينا شاركي معنا هادي. بزاف منكم اللي لاحظوا أنني مؤخرا زدت في الوزن ديالي، في الوجه ديالي، المهم كان اسيت على الوجه، لان بزاف منكم اللي باغيين الوجه اللي بان له معمر. فخليكم معايا في الفيديو، غنعطيكم بعض النصائح اللي غادي تحتاجوها نتوما واللي غادي تفيدكم الا طبقتوها ولا مشيتو معاها دقه دقه ما تفلتو. دونك غادي نبداو باول حاجه. الا بغيتي تزيدي في الوزن ديالك وتغلاضي وتقادي وما تغلاضيش داك الغلط الخايب اللي هكا مفرفر، لا تبقى الدات ديالك شاده راسها وان ميم طون تكوني غلالضه. فانا نشرح لك اول حاجه يا اختي في الله، هي نسي العالم، شتي الحياه هزيها كامله وديريها في مونينكس وخلطيها. يعني ما تكونيش كتسوقي، ما تسوقيش فلان دار يدير، فلان فعل يفعل، فلان قال فيك يقول، فلان ضحك عليك يضحك، فلان دارت تدير، هذيك دارت تدير، ما شغلكش. يولي اهم حاجه عندك في الحياه هي راسك فقط، اهم حاجه تكون عندك في حياتك كامله هي انت صافي. ما تهمك لا هذاك لا هذيك، انا كنقول لكم لا هذاك لا هذيك، راسك فقط. اللي بغى يطير يطير، اللي بغى يتلاح يتلاح، اللي بغى يعيش يعيش، اللي بغى يموت يموت، حياتهم هذيك. انت انسى عليك العالم وركزي في راسك انت. في هذه النقطه هذه كوني انانيه، انا كنبغي راسي، قوليها انا كنبغي راسي، بغي راسك كيما انت، يعني مساج دونك بغي راسك كيما انت. ما تسوقيش وما تفكريش للناس، هذه اول حاجه. الا بغيتي تزيدي في الوزن ديالك اللي هي الراحه، الراحه النفسيه، الراحه الجسمانيه، قله التفكير، تكوني مرتاحه، ما عندكش شي حاجه اللي تبقاي تفكري فيها واخده لك عقلك. راه شوفوا كاينين شي بعض الناس اللي تياكلوا 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 ولكن ما تيصحاحوش. علاش راكي كتاكلي 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 وكتبقاي هكاك؟ علاش؟ لانك كتفكري في الناس، كتفكري في المشاكل، كتقصقصي ما مزكياش، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج. فاهم حاجه هي ان راحه البال خاصها تكون. راه كاين اللي كيكون شنو نقول لك، كياكل ما نعرف كياكل فوق القياس، كتبقى مصدوم فيه، ولكن كيقصقص بزاف، كيطير، يعني كيمشي هنا يخرج هنا يفرفر هنا يفرفر هنا يفرفر هنا وما مرتاحش، كيقيل كيفكر كيقيل كينبش. مهم هذا النوع هذا ما عمره غادي يغلط. واكثر نوع اللي ما تزيدش غلط هو النوع اللي مسموم، كيكون واحد النوع مسيميم هكا، كيبقى يتقص هذاك السم تياكلو الشحمه ديالو، يعني كيبقى يتقص بوحديتو علاش ما نعرف. فانا كما كنقول لكم راه عمركم تغلطوا الا كنتو من هذا النوع، راه خاصكم تكونوا واحد الناس اللي اما مسوقينش، خلي تصدي في كل شيء، وعفوا على هذه الكلمه، ما تسوقوش صافي، عيشي حياتك لراسك، عيشي حياتك ليك انت، ماشي لواحد اخر ولا لواحد اخر، عيشي حياتك ليك انت. حياتك تعاش مره واحده، ديما عقلوا حياتك تعاش مره واحده صافي. هذه اول نقطه. ندوزو لثاني نقطه اللي هي الماكله. دونك الماكله ديالك غادي تاكلي كما كتاكلي عادي في النهار، كلي كما مولفه كتاكلي، ولكن في الليل لا، في الليل حاجه بوحدها عادي. هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يغلطوا. في الليل الماكله هي في الليل، علاش؟ لان في النهار راكي كتاكلي ولكن تقدري تحرقي دوك الماكله اللي كليتي، يعني كتخرجي كتمشي كديري شي حاجه شي افور، لكن في الليل الجلاس والراحه والماكله صافي. راه كتولفي تاكلي، كتولفي راسك تاكلي. مثلا هاد النهار هذا غادي ندير فيه غراتان وغناكلو بوحدي وما غندوق حتى واحد، عفوا. غدا ليه غادي ندير تاكوس وغادي نعمرو مزيان لي فخيت، هادي غدا ليه عاوتاني. هادشي كنهضر لكم على الليل، اما النهار حياتكم هادي كلوا اللي بغيتو. في الليل عاوتاني يعني من بعد عاوتاني ديري الخضر مفورين وكليهم وجنسيس جنسيس جنسيس على بطاطا. عرفتوا انا بطاطا كنت كندير ليها، انا الاكله اللي كليت بزاف هي بطاطا واللازاني، يعني هاد الجوج هادو هما اللي كيساعدوا بكثره 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 في انك تزيدي الوزن، تزيديه بطريقه زوينه.
حاجه واحده اخرى، لا المناضه، المناضه هي كتساعد انك كتزيدي في الوزن لان فيها السكريات، لكن ما ننصحكمش بها بزاف. انا مبليه صراحه بها بزاف 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 بزاف، هي كتخرج لك الريشه. فاذا كنتي غادي تخدمي هكا حركات ديال الكرش فراها غادي تكون مزيانه، ولكن ما كنتيش غادي تخدمي حركه الكرش وعارفه راسك ما فيك ما تخدمي، ما تقربيش المناضه. هذه نصيحه مني انا، لانني انا درت هذا الغلط، وليت مدمنه على المناضه يوميا، وكل ليله كنشرب لتر ولتر ونص. هادشي ابار النهار، كنهضر لكم على الليل، اما النهار داك بوحدو. وحاجه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم، اللي هي كلوا مزيان، وكان اسست على الدهنيات، وكان اسست على الاكل السريعه، وكان اسست ايضا على الشكلاط هكا شي حاجه حلوه وداكشي. فانا ما كنرتاحش لداكشي الحلو، ما كيعجبنيش. شنو كندير؟ كنكون حاطه حدايا الفرماج، وفي نفس الوقت حاطه حدايا الشكلاط. دونك كندير داك التوست، كندير فيه فرماج وكان زعما الشكلاط، وكناكلو. وفاش انا ما كنقدرش على الحلاوه، فيت في كندوز للشكلاط الفرماج وكناكلو، يعني كنبدا بالشكلاط وكنساليها بالفرماج، لان ما نقدرش نبقى بديك الحلاوه فمي. بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم الشكلاط، فانا كنقول لكم كولو الشكلاط، خدو شو سميتو زيت املو، خدو شو سميتو هذاك بينات باتر، يعني كاوكاو كيكون مطحون بحال الزبده، كيكون في الطاسه كيتشرت هذاك فريمون كيزيد في الوزن. فانا كنحاول نعطيكم لي زيتاب، ولكن كنانسيست لكم اكثر حاجه كتزيد في الوزن هي الاكله بالليل. كولي بالليل، كولي بالليل ونعسي، كولي ونعسي، ما ديري حتى شي افو، ما تحرقي كاع داكشي اللي كليتي ما تحرقيش. ثاني حاجه اللي هي كتزيد في الوزن هي، صراحه انا ديال حطها الماكله ديال ماكدو. اوه تخيلوا، انا في عام ما بين، شوفوا غير الفيديو القدام ديالي ولا الفيديو ديال دابا، غير في عام راه وجهي عمر، ذاتي عمرات، راه تخيلوا كنت ميمكنش الا ما كليتش في ماكدو ما يدوش لي النهار. انا صراحه دي ما كنصحكمش بها، ولكن حاولوا ديروا مثلا جوج سيمانات كل مره، مثلا على حسب جهدك وفلوسك، مثلا جوج سيمانات كل مره في ماكدو. مهم الوجبات السريعه، ما كنتيش تقدري توجدي الوجبات السريعه وجديهم في الدار. انا كنهضر غير على الليل، باش ما تقولوش صفاء الا كتنصحي هاد النصائح هادو راهم ماشي مفيدين للصحه. انا كنهضر على الليل، اما في النهار كولي غمسي في المرقه كي كيقولوا، كولي الخضره، كولي هذه. ولكن في الليل كنقول لك الحوايج اللي كيزيدوا في الوزن هما هادو. حاجه واحده اخرى، درت جوج ديال الوصفات اللي كيزيدوا في الوزن، دخلوا وشوفوا عندي هنا في القناه، درت الوصفه الاولى ودرت الوصفه الثانيه، اللي هما كيساعدوا بزاف 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 بزاف. ضروري ضروري خاصك ديريهم. علاش؟ لانك تكوني عاد في البدايات ديالك، عاد كتعودي الجسم ديالك انه يبقى يستافد من ديك الماكله، ويولي بحال دوك الناس اللي غير كياكلوا كتبان فيهم، فهمتوا؟ دونك بحال هكا. وكلي كلي 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 مزيان، وديري ديك الوصفات اللي انا دايره في القناه، دخلي وصيبي ديك الوصفات وتبعيهم سورتو بالليل. وواحد الحاجه واحده اخرى اللي هي، شريو داك شو سميتو دانون ديال بيرلي، الا كتعرفوه، دانون بيرلي ولا جيرفي ولا اللي بغيتو. المهم انا كنت كندير بيرلي، كتديري فيه المكسرات، ديري فيه بيستاج، لوز، كركاع، المهم اي مكسرات كيعجبوك، هادو بالليل. وخلي داك دانون عندك، فاش تجي تنعسي كوليه وسيري نعسي. فريمون ديال الحاجه اللي كتساعد بكثره 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 هي انك تزيدي في الوزن. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم انا، اللي هي حاولي تنوعي، يعني ما تبقايش مركزه في حاجه واحده، تنوعي في الماكله ديالك، ما تبقايش ما كاينش شي حاجه واحده. يعني كولي مثلا كي نقول لكم الخضار تقريبا كلهم كاملين. انا الحاجه اللي ما كناكلش في الخضار اللي هي القرعه واللفت، صافي القرعه واللفت كنظن غير هاد الجوج. ما كنهضرش على القطاني، القطاني مثلا ناكلهمش بكثره، ولكن كننصحكم بهم، هما مفيدين جدا. انا كنقول لكم غير خصكم تنوعوا، يعني شحال ما نوعتوا شحال ما مزيان، شحال ما نوعتوا شحال ما مزيان لكم نتوما. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم وكنولي انسيستي عليها، اللي هي بطاطا. اوخ هذه حاجه ما تفلتوهاش، خليوها ديما عندكم في الليل. الا ما كانتش باستطاعتكم، البنات اللي ماشي باستطاعتهم انهم يديروا مثلا لازانيا ولا الكغاتان مثلا نهار اه نهار لا، نهار اه نهار لا، فديري بطاطا، بطاطا مسلوقه، شريها وسلقيها وديريها مع الفرماج وكليها، فريمون فريمون غزاله ومزيانه مزيانه مزيانه بكثره، راه لواحد الدرجه ما تصوروهاش، فريمون كتزيد الوزن. ولكن انا كنقول لكم هادشي اللي غادي ديروه، ديروه او ما تبوجيوش بزاف، قللوا الحركه، ما تخمموش بزاف، قللوا التفكير.
ما تسمسموش بزاف هكا، كاين اللي كيتسمسم داخليا عمرو يغلط قسما بالله، وقلبوا عليها وانتم غتتاكدوا ما عمرو يغلط، غيبقى بحال هكا صافي. طلقوا هاد السريح عيشي عيشي حياتك، عيشي حياتك، عرفي عيشي هاد النهار كانك غدا ما غتعيشيش، وانتي غادا على هاد السيستم، وما تسوقيش وخلي اللي بغى بحال هكا بالضبط. دونك صافي هادشي اللي كاين البنات، انا ما بغيتش نطول عليكم، حاولت انا نعطيكم داكشي اللي انا تبعت، واكثريه اكثريه بغيت نقول لكم واحد الحاجه، سكو حتى المكسرات كنت كناكلهم بزاف بزاف، سورتو البيستاش لوز كركاع، هاد الثلاثه هادو بالضبط كنت كناكلهم بكثره 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 بكثره. او الشوفان حتى هو كيفيد بزاف بزاف بزاف، دونك كيفيد بكثره. فانا قلت لكم الشوفان وداكشي اللي كنت كندير انايا راه داخل في الوصفات اللي حطيت لكم جوج وصفات في القناه، وحده غادي تلقاوها لتحت لتحت لتحت، وحده غتلقاوها غير في هادو مجموعه، دونك دخلوا وتفرجوا في الفيديو. ابار سا هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى ان تكون الفيديو فاتكم وتكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول، ووصلكم الميساج ديالي، وحاولت انني نشارك معكم غير هذا الشيء، يعني غير هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي درت انا، يا ما درت حتى شي حاجه واحده اخرى. بزاف اللي كيبغيو يلفوا قصص وكيقولوا درتي درتي درتي، راه اللي كتكون دايره كتكون باينه فيها، راه كتكون تبارك الله صحيحه من هنا صحيحه من هنا صحيحه من هنا صحيحه من هنا من هنا، هذا كيكون داير بحال هكا دونك بزاف، ماشي كتصحي من الوجيه كتصحي من الفخيضات. المهم كنحاول نوصل لكم الفكره صافي. صافي هادشي اللي كاين البنات، كنبغيكم بزاف، نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، باي باي عليكم.